صباح فل، صباح الجمال، صباح كل حاجه حلوه عليكم. اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ هاني مانس معاكم، وانت بتتفرج على قناه يوتيوب هاني مانس. اهلا وسهلا بيكم. سنه 5 ابتدائي افيشي بيزنس، وتشابتر 5 اسئله واجابه ومراجعه على كل الاسئله اللي موجوده في التشابتر. يلا بينا. Why did mom look worried؟ ماما قلقانه طبعا على جاك وميري. ليه؟ Because she didn't like the idea of Jack and Mary going back to the pump house late at night. ما عجبتهمش الفكرة طبعا، هو ان هم يروحوا بالليل. لكن زي ما اتفقنا في الشابتر اللي فات ان انكل تيد قال لهم ممكن اسمح لكم ان يجي، بس بشرط ان ماما توافق. بس ماما ما عجبتهاش الفكرة دي. What did Jack and Mary promise their mom؟ وعدوا بقى مامتهم بايه؟ They promised to work hard at school tomorrow. خلي بالك يا ماما، احنا هنشتغل بجد جدا في المدرسة even if they were a little tired. حتى لو تعبنا ما تقلقيش، هنروح المدرسة وهنبذل أقصى جهد في المدرسة. 3. What did Jack and Mary promise to do with Uncle Ted؟ وعدوا ايه يعملوا ايه مع Uncle Ted؟ Or what did mom make Jack and Mary promise؟ أو ماما خلتهم يوعدوا Uncle Ted بإيه؟ They must obey Uncle Ted and not to do anything silly. ان هما ما يعملوش اي حاجه سخيفه ويسمعوا كلام انكل تيد. What did they put on dark clothes؟ ليه لبسوا بقى ملابس غامقه؟ They put on dark clothes so that nobody would see them، عشان محدش يشوفهم في الضلمه. What did Mary notice؟ ماري لاحظت ايه؟ She noticed some small bushes to hide. شافت بقى شوية ايه باشز كده، شجارات صغيرة to hide. باش يعني شجارة صغيرة. Was it difficult to see where they were walking؟ هل كان صعب يشوفوا طريقهم وهم ماشيين؟ طبعا كان ضلمة جدا. Yes it was، كان صعب جدا ان هم يشوفوا ده. What did they see and hear؟ سمعوا ايه؟ شافوا ايه before 11 o'clock؟ قبل الساعة 11 شافوا ايه؟ واضح ان ده تغيير الورديه او الشيفت بتاع بالليل. They heard workers working، شافوا العمال وهم بيشتغلوا in the factory. They saw vans، شافوا عربيات نقل متقفله arriving and leaving، عربيات بتوصل وبتمشي، عربيات بتوصل وبتمشي. كمان they saw boxes being loaded and unloaded، شافوا صناديق بتتملي وبتتفضل، تتملي وبتتفضل، تمام؟ At what time did the night shift workers go home؟ بيروحوا البيت الساعة كام بتوع الوردية اللي بالليل دول؟ At 11 o'clock. 9. What strange sound is صوت الغريب did they hear سمعوا coming from the pump house؟ ايه الصوت الغريب اللي سمعوه طالع من البيت الغريب ده أو المصنع الغريب أو البامب المضخة المهجورة أو القديمة؟ It sounded as if something was being dragged across the floor. سمعوا صوت كأني حاجة dragged، حاجة بتتجرر، حاجة بتتسحب، صوت حاجات بتتسحب على الأرض. What was opened under the pump house؟ إيه اللي مفتوح أسفل البامب هاوس؟ A hatch was opened under the pump house، في فتحة كبيرة مفتوحة تحت البامب هاوس. What did Uncle Ted and the children hear؟ سمعوا ايه؟ They heard the sound of some liquid being swirled. Swirled حاجة بتنزل وبتعمل round and round tip زي دوامة كده in the barrel. What في البرميل؟ What were Sid and Harry tipping into the water؟ كان هاري وسيد كانوا بيسكبوا ايه؟ كان بيسكبوا ايه في الميه؟ waste of dark، كان بيسكبوا ايه في الوقت ده اللي هو المخلفات بتاعه الصبغه بيرموها فين؟ في الميه. مخلفات الصبغه والمصنع بيرموها في الميه. زي ما قلنا ان هم كانوا صباغه يدويه وكان المخلفات بتاعتهم بيرموها جوه الميه. How were the brothers polluting the stream؟ ازاي الاخوه دول اللي هم سيد وهاري polluting، ازاي كانوا بينوثوا النهر؟ They were cleaning out the dye from the barrels and tipping the waste into the stream. كانوا بينضفوا الصبغة اللي موجودة في البراميل دي كلها وبيرموا المخلفات دي كلها في النهر. What was killing the fish؟
ايه اللي كان بيقتل السمك؟ طبعا كده بقت معروفه اللي هي ذا ويست اوف داي اللي هي مخلفات من السمك. وات ووز هاريس جوك؟ ايه هي الجوك النكته اللي قالها هاري؟ It was that any rainbow trout in the stream would really be rainbow colored. اي سمكه سلمون في النهر هتبقى rainbow colored، هتبقى ملونه لان هم بيشتغلوا في الالوان. Why didn't the workers know about it? ليه العمال ما يعرفوش عن الموضوع ده؟ Because they did that after the workers، بعد ما العمال كلهم had left the pump house، بعد العمال كلهم ما بيمشوا هم بيعملوا الحركة الخبيثة دي ان هم بيرموا كل مخلفات السمكة بيرموها في النهر. Why do you think tipping the waste dye into the stream a fishy business? ليه طبعا عمل مريب ان هم يرموا كل مخلفات الصبغة دي بيرموها في الـ في الـ في النهر ده؟ طبعا عمل مريب جدا، وطبعا لانه بيقتل السمك. Because it was polluting the stream، اول حاجة ان هو بيلوث النهر، and killing the fish، وبيقتل طبعا السمك. What did Mary decide to do؟ Mary قررت تعمل ايه؟ او سؤال تاني ممكن يجيلي، What was Mary's idea؟ ايه هي فكرة Mary؟ To hold a meeting in the village، تعقد اجتماع في القرية كلها، in the village hall، في الصالة أو في القاعة بتاعة القرية، and tell the workers، وتقول للعمال about what they had found out، وتقول لهم كل اللي اكتشفوه عن الفيشي بيزنس وعن الموضوع بتاع اللي هو the old pump house. Did mom let Jack and Mary go at night watch why؟ هل هي سمحت لهم ان هم يروحوا اليوم يراقبوا بالليل وليه؟ Yes، وافقت. She did because the children would obey Uncle Tip. الشرط الاول ان هم يسمعوا obey يعني يطيع Uncle Tip and wouldn't do anything silly، وما يعملوش اي حاجه سخيفه. She didn't like to think of the fish dying، وكمان ما عجبهاش فكره ان السمك بيموت وعايزه تنقذ السمك وتساعد اولادها في كده. When would Uncle Ted and the children be back at the pump house؟ امتى هيرجعوا للبامب هاوس؟ وقال هيرجعوا امتى؟ طبعا they would be back by 10 o'clock. ليه قبل الساعة 10؟ باي هنا يعني قبل. ليه قبل الساعة 10؟ Because it would be really dark، عشان الدنيا تبقى تماما ضلمة خالص، تمام، ومحدش يشوفها. 21. How did Uncle Ted and the children get ready to go back to the pump house؟ ازاي هم استعدوا لان هم يروحوا المضقه دي او المبنى القديم ده؟ They put on warm، عشان الدنيا برد، warm ملابس دافيه او تقيله، dark clothes، وكمان غامقه عشان محدش يشوفهم. How did Uncle Ted and the children go back to the pump house؟ ازاي هيروحوا هناك؟ طبعا in Uncle Ted's car، بعربيه Uncle Ted. Where was the gate؟ البوابه دي كانت فين؟ It was at the top of the field. هو at the top of the field، في بوابه وبيعدوا منها في الفيلد، وبعد كده بيوصلوا للايه؟ للستريم او السمول ريفر، نهر صغير. Where did Uncle Ted park his car؟ why؟ ليه ركنها فين العربيه وليه؟ He parked his car close to the trees، قريب من الاشجار، where he didn't want anyone to see them، عشان مش عايز حد، ركنها بعيد كده جنب الاشجار عشان محدش يشوفها. What did Sid ask Harry to do؟ Sid طلب من هاري انه يعمل ايه؟ He asked him to make sure انه يتاكد that the barrel was nice and clean because he had a fresh lot of dye to put in that barrel. قال له تاكدني ان البارل ده نظيف جدا علشان احط فيه عشان يستخدمه مره ثانيه، فلازم يتاكد ان هو نظيف، فلازم ينظفه تماما عشان يحط فيه صبغه جديده. What was the only sound that could be heard؟ ايه الصوت الوحيد اللي ممكن ينسمع في الوقت ده؟ It was the sound of water swirling round in the bottom، يعني الميه بتعمل دوامه في الميه، يعني صوت الميه بيعمل دوامه around in the bottom of the barrel، بتعمل دوامه في دوامه ميه في البرميل.
When did the hatch open? امتى اللي هو الفتحه اللي هي في ارضيه البامب هاوس دي انفتحت؟ It opened after midnight. هي الفتحه دي اللي بيفتحوا منها في الارضيه كده عشان يتخلصوا منها من المخلفات بتاعه المصنع او الصرف. وهنا يا بطل الدور بتاعك اللي هو كومبليت. ركز كده واعمل زي ما احنا متعودين، اعمل ستوب واقرا كل الاسئله سؤال سؤال، وبعد كده هقول لك الاجابات دلوقتي. تمام. وكمان من اول 13 ومن 24 وبعد كده الاجابات بتاعتك. دي الاجابات بتاعت الاسئله 30 كومبليت، الاسئله بتاعت الكومبليت، بس انا عملت كده عشان ما اطولكش الفيديو. تمام؟ وبعد كده الاسئله اللي حضرتك هتجاوبها لوحدك، ودي طبعا اغلبها او كلها هتجاوب عليها احنا جاوبنا عليها دلوقتي خلال الحلقه. تمام؟ هتجاوب ده لوحدك. تمام؟ وكمان هتجاوب كومبليت. كده يا ابطال وصلنا لنهايه الحلقه. ما تنسوش بقى لايك وشير وكومنت، ومستني تعليقاتكم، وانتظروني في الحلقات الجايه. بالتوفيق يا حبايب الابطال. جود باي، جود لك.